شوف حطيتها على وجهي عشان ليه شكلك وطيب. هاي النيله لا هذه زايده. ايه صبغات اليد. ايه تصبغ ما شاء الله على طول صبغات. ايه انزين والثانيه هذا شو؟ هذا الجيل الكركم. هذا الكركم العادي. هي هو الاصلي. خلطينا وياه. انزين اصبري عاد بنعرف الحين شو بنخلط. وهذا شو؟ هذا الضيع. الضيع؟ ايه الضيع لا الضيع المربع بدون. هاي الضيع. يوم يقولون يسبحون فيها ما اعرف شو. هاي الورز ما حصلته. الورز ما حصلتي؟ لا لا دورت والله ما حصلت. طب عند بالشهامة عند سليمان. ايه عنده هو ما حصل. لا تخبرون لا تخبرون بسامي المحلات دعاية دعاية. زين وهذه شو؟ هذه المرة. هاي؟ المرة. المرة. ايه. زين؟ وهذا؟ هذا الكركم الذكاء. كركم؟ النتا هذا. هذا الكركم النتا. طويلة. طويلة. هي الذكاء. هاي ذكر. ايه والصغيرة. مدورة كذي هاي ذكر. ايه. المدورة انثى. نعم. وهذا الذكر. زين الحين هذيلا كلهن ينخلطن ويا بعض؟ لا ينخلط النيل مع الكركم. النيل مع الكركم. ويا الكركم هذا العادي. زين نحط 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 ورس ما نحط نيل ترى لا لا حد حد يحط كركم. كركم احسن. الكركم كركم زين. زين والمرة شو له؟ المرة ذا كل أي شيء تربينها على الألم تحطينها على الجسم يوم شيء آلم مش تحطينها عليه. يقولون زينة حق اللي يروح. إيه للجرح لكل شيء يروح. الجروح الخيل كرم الله وجهك والمرة واللبان. والمرة أنا مجربتنا هاي يدي هامة طايحة كامل. زين وزخيت ما صرت مستشفى ولا شيء إلا الخيل والمرة والملح والكركم. غسلت الديتول حطيته طليق وبخاخة بخاخة ما يحرق عاد تحد شوية لكن ماش أحسن منها مضاد حي لا يقتل العروق. دوارية تدورينها هي ماش أحسن منها. والضية الضي ضي للصابون تسبحون فيه بالاول ماشي صابون يقولون تسبحون في الضي. الضي يسبح تسبحون بالضي؟ نعم قاعد تنشف تلطف تلطف الجسم. هي الضي تعطي نعومه وكذا حاطه النيل والنيل والبرد نعومه يعني تحطينها في خلقه. زين خلقه تكون من شربت نعيمه يطلع منها الياقي يوم تتنقع قولي بها كذي يطلع منها شكل الصابون. هي ولا سموها السدر. والسدر والسدر. اي نعم السدر بعد احسن. اي نعم زين عاد انها تخلي الجسم ناعم. لان السدر بعد ناعم الصراحه. وهي بعد دواء بعد الجسم. عاد انا تعرفون ليش اسالكم عن ها كله؟ لان السنه اللي طافت تكلمنا عن المحلب والزعفران وكيف المحلب يغذي الشعر يخلي ريحته حلوة. وما شاء الله وايد من المشاهدات والمتابعات أصروا يعرفون وين يأخذون المحلب وشو هي الخلطة وشو خلطة البضاعة يبون يعرفون. فعشان تي عطيناكم الخلطة لحد يقولكم بسوي لكم خلطة ولا غيرها. هاي خلطتهم الأوليين أحسن الأوليين واكتبوها عاد الحين فرقة وقلم. زينة زينة مشكورين ما قصرتوا.